الآن أجرت وزيرة الصحة هالة زايد اتصالا هاتفيا بعدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العزل والحميات والصدر. فأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن الوزيرة اطمأنت على حالة الأطباء الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم وتطبيق بروتوكولات العلاج، مشيرا إن وزيرة الصحة وجهت على الفور إلى إجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة ونقل من لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل إلى الأماكن المخصصة للفرق الطبية بتلك المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في مصر إلى 816 متوفى و19,666 مصابا. أوضحت الوزارة إن عدد المتوفين ارتفع بعد تسجيل 19 حالة جديدة، فيما زاد المصابون بعد تسجيل 910 حالات، مشيرة إن الحالات المتحولة نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع عددها إلى 5798 شخصا، بينهم 5205 متعافون خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي. ودوليا، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالولايات المتحدة حاجز 100,000. وأوضحت الجامعة إن شهر مايو الجاري شهد وفاة يومية لنحو 1400 أمريكي في المتوسط، مشيرة أن هذه الحصيلة تراجعت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى أقل من 700 وفاة يومية. وأضافت جامعة جونز هوبكنز إن إجمالي الإصابات بكورونا في أمريكا تخطى 1,700,000 حالة. وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل وفيات أو إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وتلقت اللجنة تقارير عن حالتي إصابة وافدتين من الخارج جرى تسجيلهما في شنغهاي ومقاطعة فوجيان، ما رفع إجمالي مصابي كورونا بالصين إلى 82,995 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصا. في سياق مغاير، نفى مسؤول في البنك المركزي المصري صحة ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو المقبل، وحذر المسؤول من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، وأكد ضرورة الاعتماد فقط على الصفحات والبيانات الرسمية الخاصة بالبنك المركزي كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد يخص البنك.